طقس يشتمل على 3 صلوات متتالية. الصبح بدري صلينا رفع بخور باكر، وبعد ما انتهينا من رفع بخور باكر دخلنا مباشرة في صلوات سر المسحة، مسحة المرضى. وبعد ما الآباء الكهنة مسحوا المؤمنين دخلنا أيضا فيما يسمى بالقداس الإلهي. هنا نلاحظ مسألة البخور، وكنيستنا تؤمن بالبخور، لأن البخور رمز للصلوات المرفوعة أمام الله، بحيث إن ربنا يشتمها أمامه كرائحة بخور زكية. وفكرة البخور دي فكرة أصيلة جدا ومتأصلة بالأكثر في العهد القديم، حتى كان فيه مسبح مخصوص سواء في خيمة الاجتماع أو في هيكل سليمان اسمه مذبح البخور. والبخور بحسب الفكر الإلهي والكتابي لا يقدم إلا لله، لأنه رمز للصلاة. الملحوظة الثانية تقديس المادة، لأن احنا النهاردة صلينا على الزيت من أجل تقديسه، وسنصلي أيضا على الحمل من أجل تحويله. عندنا قاعدة ذهبية قالهالنا معلمنا بولس الرسول، كل شيء يتقدس بالصلاة وكلمة الله. وهنا ربط الاثنين ببعض، ربط الصلاة بالكتاب. لأن الصلاة بيرفعها الإنسان نفسه لربنا، لما قراءة الكلمة الحية المحيية دي فيها أنفاس الله. يعني لو أنا صليت بدون أن أقرأ من الإنجيل ربما فاعلية التقديس لا تكتمل، ولو أنا قرأت من الإنجيل دون أن أرفع قلبي بالصلاة ربما أيضا اكتمال التقديس لم يكتمل. الصلاة من الإنسان لله، والإنجيل الله يقدس بروحه، بروح القدوس. ودايما كنيستنا تتعامل مع المادة من منطلق هذه القدسية. يعني في المعمودية نقدس المياه، في الميرون نقدس الزيت، في الجنديل نقدس الزيت، في التناول نقدس الخبز والخمر،
حتى في الزواج نقدس الزوجين معا، وما فيش صلاة في الكنيسة سواء سر من الأسرار السبعة أو أي ليتورجية ترفع في الكنيسة إلا ولازم يبقى فيها العنصرين دول، عنصر الصلاة التي نرفعها نحن كعبيد لله، وتقديس الكلمة بما فيها من أنفاس الله. فالنهاردة رفعنا بخور، صلينا على زيت، هنقدس مادتي الذبيحة. مسحة المرضى اللي بيسمى شعبيا بالجنديل، اللي بنولع سبعة شموع، ده بيرجع تاريخه إلى زمن قديم. كان الآباء في مثل هذا اليوم يبدأون بتقديس زيت الميرون، ومن زيت الميرون بيخرج زيت اسمه الغاليون، وبالغاليون ده يرسمون كل المؤمنين، يرسمون بالزيت المقدس وبعلامة الصليب المحيي. إنما زيت الميرون ده بيستخدم في المعمودية، بنضيفه على الماء، ماء المعمودية لكي يكسبها قداسة، وبعدين بندشن الطفل ككل في كل أنحاء جسده لكي يصير مقدسا ومدشنا ومخصصا للرب. في المعمودية بنتولد من فوق وبنقدس الله ولادة جديدة وقدسية خاصة. عندنا كمان في كنيستنا بنمارس صلوات عامة، وأيضا يمكن أن تمارس صلوات خاصة. عندنا النهاردة في جمعة ختام الصوم القنديل العام لكل المؤمنين الحاضرين في كنيسة الله. يوم حد زعف، ربنا يديكوا العمر، الكنيسة هتمارس حاجة اسمها التجنيس العام. الجنديل العام بنصلي على الزيت، التجنيس العام بنصلي على الماء، مع ملاحظة ان الزيت والماء يرمزوا بشكل مباشر الى عمل الروح القدس في الكنيسة وايضا في النفس. زمان كان الأقباط يجوا في أيام الصوم الكبير 55 يوم، الأب الكاهن يمر على كل البيوت التابعة لخدمته، بيت بيت، عتبة عتبة، شقة شقة، يدخل يصلي لهم صلوات الجنديل. أنا لما كنت بطلع خدمات في السنوات الماضية ما قبل كورونا، ألاقي الآباء عاملين زي النحل، كل كان يمسك منطقة أو شارع يعمل جنديل 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 جنديل، تخليط جميل. أبونا بيزورك زيارة إجبارية وبيفتقدك افتقاد محبة، وبيتك بيترفع بخور، وبنصلي الصلوات كلها، وفي الآخر بيتهنك بالزيت أنت ومراتك وأسرتك وأولادك. أنت عندك صلوات وعندك قراءات،
وده يعتبر بمثابة صلاة تبريك منازل، فيها يتقدس الإنسان من أهل المكان، وفيها أيضا يتقدس المكان نفسه، البيت أو الشقة أو أي حاجة. لكن احنا النهاردة الجمعة، بكرة سبت العازر، بعد بكرة حد الزعف، دخلنا في أسبوع الآلام. طب لو حد احتاج لجنديل، سواء جنديل كمسحة مرضى أو جنديل كصلاة تبريك، الكهنة مش فاضيين. الكهنة مش فاضيين من ناحية، والشعب بيبقى متواجد في الكنيسة من ناحية تانية، لكن الأهم من الاثنين إن الكنيسة من خلال أسبوع الفسخة، أسبوع الآلام، بتتتبع خطوات المسيح خطوة خطوة، ساعة ساعة، فمش فاضيين، لأن المسيح أهم من الخدمة، يسوع أهم من الخدمة. ونضيف لكده حاجة تانية، تتوقف كل الممارسات والطقوس والصلوات والليتورجات الكنسية خلال أسبوع الآلام. يعني يجي واحد مثلا ربنا اداله بنوتة حلوة كده، تعالى يا ابونا حنا اعمل لنا صلاة حنين، ما اقدرش اعمل صلاة حنين في أسبوع الآلام. طب عايزين نعمل جنديل، اسف مفيش جناديل في اسبوع الالام. طب عايزين نعمل تمجيد، اسف مفيش تمجيد في اسبوع الالام. عايزين نعمل قداس ترحيم، حتى القداس مفيش. الكنيسه بتعطل كل شيء عشان يبقى فيه تركيز منصب على شخص الرب، لأن ده عريس الكنيسة وهو مخلص الجسد. السر الوحيد، الوحيد الأوحد اللي الكنيسة ما توقفوش وما تبطلوش لا في أسبوع الآلام ولا حتى يوم الجمعة العظيمة وهو من أعظم الأيام، سر التوبة والاعتراف. الجلسة الخاصة دي اللي فيها تصفية النفس واللي فيها الإرشاد الروحي، لو أنت طلبت أي أب كان تقول يا أبونا عايز أعترف يوم الاثنين بتاع البسخة، يقول لك حاضر يا حبيب. طب ليه؟ لأن باب التوبة مفتوح لا ينغلق أبدا، ولأن قلب يسوع يفرح بعودة الخاطي، فالكنيسة بتعطي رجاء، لكن كل الأسرار تتعطل. أنا فاكر زمان وأنا قسيس صغير، ما عرفت تاه من بالي، ما كنتش مدرك، ما كنت أروح أعمل خطوبة، ليلة أبونا مخيل نبهني كنت هعمل خطوبة. طبعا نبهني بطريقته، شخط ونطر، وانا كنت سعيد بكده. فالكنيسة مش هتقدر تعمل لك اي حاجة الاسبوع ده بشكل شخصي في بيتك، فكنوع من التحصين لجماعة المؤمنين نعمل لكم جنديل عام الكل يحضر. يعني انت ما تقدرش بكره سبت العنظر ولا يوم الحد زعف تقول لأي اب كان تعمل لي جنديل، ما انت لسه حاضر جنديل وحضرت الصلاه وسمعت القراءات وانتهنت بالزيت وتناولت الاسرار المقدسه، انت خدت جرعه كامله متكامله. نفس المنهج ده، هي كنيسه لها منهج بصراحه، ما لهاش عشوائيات خالص.
كله بترتيب وبحسب نظام وإرشاد الروح القدس، وأخذناه من الآباء جيلا بعد جيل، ما فيش أي حاجة تزعل. يعني ربنا مش يفرح النهاردة بالجنديل؟ يوم حد زعف يقول لك تجنيس عام، أصل احنا داخلين في أسبوع الآلام، حتى لو واحد مات الكنيسة لا تصلي عليه لأنها مشغولة أساسا بعرسها الإلهي. يا دوب بس يدخل كده يحضر ساعة من صلوات السواعي الخاصة بالبسخة ويمضي بسلام إلى بيته الأبدي. والكنيسة كأم بترعى أولادها عشان تريح ضميرهم، يقول لك نعمل تجنيس عام، طلع على المية ورش كل الناس. وعلى فكرة يعني نادرا لو عدى أسبوع الآلام دون أن أحدا من المؤمنين ينتقل إلى العالم الآخر. ايه احساسي وانا بحضر الجنديل وفي كلام بيتقال عن شفاء المرضى؟ صل من اجل نفسك ومن اجل غيرك اللي انت تعرفهم في ذهنك. ايه شعورك الداخلي وانت بتحضر صلوات التجنيس؟ محدش ضامن عمره خالص. ده أنا ملاحظ حتى في أوشية الإنجيل نقول الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم، افتكر فلان وفلان وفلان وفلان. المرضى أيضا يا رب افهم، ما بحبش كلمة مرضى شعبك، كل المرضى يا رب المسهم بيدك الشافية، كل المرضى. ما تخليش المسيح بتاعنا متحيز جوه كنيسة أو طائفة أو حتى ديانة، ده مسيح الكل ومسيح الكون. والرب ساكن بيه في أمم ولا لأ؟ هي المرأة الكنعانية دي كان جنسها إيه؟ فينيقية أممية كنعانية. طب والغلام بتاع قائد المئة الأممي الوثني الراجل العسكري كان أمميا. يعني في الجزئية دي بتاعت وشية الإنجيل بنصلي من أجل فئتين، وفئتين صعبين جدا، اللي ماتوا يا رب نيحهم، المرضى يا رب اشفيهم. فبنصلي جنديل عام وبنصلي تجنيس عام. الكنيسة بترعى الكل. ممكن واحد يقول لي اشمعنى الزيت؟ أنا لسه قايل لكم الزيت والماء يرمزان لعمل الروح القدس في الكنيسة المقدسة وفي النفس البشرية بصفة شخصية. هو الروح القدس في نهر الأردن مش خد شكل حمامة؟ الروح القدس يوم الخمسين من ظهر في هيئة ألسنة كأنها من نار، ممكن يأخذ أشكال. هو الإنسان مكون من روح وجسد، الأمور الروحية تلمس الروح، والجسد أيضا يحتاج أن يتلامس مع أمور جسدية، لأن الإنسان روحا وجسدا. أقول حل علي الروح القدس من غير ما أشعر بحاجة مادية تتلامس مع المادية الإنسانية التي فيا. كنيسة مدركة للحكاية دي قوي. مفيش موهبة روحية تاخدها دون حاجة مادية. يعني حتى في الرسالة الكهنوتية
الأب الأسقف يضع يده على المعين أن يكون كاهنا، يضع يده الرسولية ويقول له نقيمك قسيسا على كنيسة كذا، غنبران ابن بيوت نبي بشيري إلى آخره. وبعدين ينفخ في أنفه بنفخة الروح القدس. إزاي الإنسان اللي لسه عايش في خيمة الجسد يأخذ روحيات دون المرور والعبور بهذا الكيان المادي اللي اسمه جسد؟ ودي الحقيقة عبقرية الآباء والكنيسة. تقريبا أول استخدام للزيت في الكتاب المقدس كان في سفر التكوين، لما يعقوب أخذ حجر وتوسد عليه ونام، وبعدين بص رجل السماء مفتوحة وملائكة الله يصعدون وينزلون، فقال ما أرهب هذا المكان، ما هذا إلا بيت الله ودشا. أدي جذور التدشين، دشا هذا الحجر، وكأنه يضع حجر الأساس لفكرة التدشين. ودي يعقوب استخدم الزيت. اشمعنى الرب في متى 25 وهو بيتكلم عن العذارة المستعدات والجاهلات أشار كذا إشارة للزيت؟ لأن رمز لعمل الروح القدس في النفس التي تثمر أعمالا صالحة. وفي العهد القديم كان في ثلاث فئات بس اللي بيدشنوا بقرن الدهن، والدهن أقرب ما يكون إلى الزيت: الأنبياء، الكهنة، الملوك. الأنبياء لكي يأخذوا الروح القدس فيتنبؤون، الكهنة يأخذ الروح القدس فيقدسون، الملوك يأخذ الروح القدس فيحكمون. لما الرب يسوع له كل المجد زار سمعان الفريسي في لوقا 7، جت سيرة الزيت. الرب يسوع قال له بزيت لم تدهن رأسي، أما هذه فقد دهنت بالطيب رجلي. يعني حتى الزيت كان بيستخدم لإظهار المحبة وكرم الضيافة. وكنيستنا تتعامل بكثافة ملحوظة مع مادة الزيت، نضيف على مياه المعمودية من أجل التقديس، نستخدمه في تقف جحد الشيطان، ونستخدمه كذلك في صلاة الحميم، بنضيف زيت على المية، وفي تدفين زيت الميرون نفسه اللي هو أساس لكل التقديسات الأخرى. ده زيت الميرون ده بيقعدوا أسبوع كامل صلوات وقراءات ليلا ونهارا. الآباء الأسقفة ومعهم قداسة البابا أسبوع كامل صلوات، صلوات وابتهالات وطلبات وصرخات وقراءات من القديم ومن الجديد ليل نهار. وبعدين كمان ده يجيبوا الزيت القديم بتاع السنة اللي فاتت أو السنوات الماضية يكبوه كخميرة عشان يخمر العجين كله. وبنستخدم الزيت في الجنديل زي ما انتوا بتشوفوا. بس كده؟ لا، ده عندكم ليلة أبو غلامسيس
بيجيبوا برضو زيت، كنيسة مصرة على موقفها وسعيدة بهذا، والناس مبسوطين. ربما الآخرين ينتقدون، دعهم ينتقدون كما يشاءون. عارفين زيت أبو غلمتين ده بيتعمل في إيه؟ بيتجرى سفر المزامير كله مزمورا مزمورا وآية آية وبتركيز. كفاية؟ لا، يقرأ كمان سفر الرؤيا إصحاح إصحاح وآية آية وبتركيز شديد. أصل المزامير صلوات، وسفر الرؤيا تطلعات. أنا داخل كنعان يا حبيبي، أنت رايح السما. حتى لو جواك ضعف وخطية، دم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. لازم يبقى عندك هذا الرجاء. طب هل في إشارات في الكتاب المقدس عن مسألة الزيت؟ هي كيسة متألف. لما ترجع لإنجيل مرقس أصحاح 6 عدد 13، بيقول لنا بالنص عن الآباء الرسل، والآباء الرسل لا يجرؤوا أن يعملوا شيئا من أنفسهم، وإنما بأمر تكليف من سيدهم الرب يقول وهم يفعلون. بيقول عنه إيه؟ بيقولوا إيه؟ بيقول الكتاب في مرقس 6 عن الآباء الرسل: أخرجوا شياطين. ما دي موهبة من ضمن مواهب الروح. ياما ناس حاربت أبونا مكاري يونان عشان يسوع كان مديله هذه الموهبة. مش عمل من عمل الروح ده؟ مش من ضمن مواهب الروح؟ الآباء الرسل أخرجوا شياطين. أما الكاهن بسلطان الكهنوت بيجحد الشيطان، يقول له: أجحدك أيها الشيطان وكل قواتك الشريرة. ده أبو الولد وأم الولد كمان بيرددوا هذا الكلام نيابة عن الولد. الشيطان ده قوة وهمية باسم المسيح تحت الأقدام. أعطيتكم السلطان أن تدوسوا الحياة والعقارب وكل قوات العدو. فيقول عنهم: أخرجوا شياطين، ركز، ودهنوا بزيت مرضى. دهنوا بزيت، ما قالش يصلوا، ما ممكن يصلوا برضو، فعالية الصلاة تعطي نعمة شفاء. طب الزيت ده يا رب استخدموه من نفسهم الآباء الرسل؟ استحالة. ربنا رسم لهم الطريق وهم مشوا كما ينبغي أن يكون. أخرجوا شياطين، مش خرجوا، أخرجوا بالفعل، ودهنوا بزيت مرضى. النتيجة مرضى كثيرين فشفوهم. بعد النص ده، الآية الواضحة دي، يبقى لسه جوايا ذرة شك إن ممكن الزيت ما يكونلوش فاعلية. الزيت يفقد فاعليته إذا أنت فقدت إيمانك، لكن متى كان لك إيمان راسخ فالزيت سيؤدي دوره وسينجح في مهمته. ولذلك بسطاء الإيمان بيوصلوا لربنا أكثر من الناس اللي بتشاغل أدمغتها. لأن الحاجات الغريبة برضو اللي ليها علاقة ما بين الزيت والألم والمرض والوجع، في لوقا 10:34 قيل عن السمير الصالح اللي لقي الراجل يعني ما بين حي وميت. الكاهن مشي ما عبروش لانه بينزف دما،
اللي انت لامس مع دمه يتنجس. فكرة العهد القديم، فكرنا احنا لا، الدم لا ينجس اي انواع الدم. وانت فاهمين انا عايز اقول ايه. واللاوي الشماس برضو اهم، يعني قداس الجسد اهم من رحمة الاخر. المهم السامري ده غريب الجنس يقول فتقدم وضمد جراحاته. يبقى عيني كانت مفتوح وكان في حالة نزيف، وربما نزيف حاد. وصب عليها زيتا وخمرا. الزيت من اجل الشفاء، والخمر من اجل التطهير، تطهير الجرح. انا بقى عايز اقف عند الايه المفصليه دي. من انجيل برغنديل، من انجيل مرقس، من انجيل لوقا، بما صنع الاباء الرسل. لكن احنا عندنا نص قاتل قاتل في يعقوب 5 عدد 14 يقول أمريض احد بينكم فليدعو كهنة الكنيسة. مكتوبة قدامي شيوخ، ما عندناش شيوخ ومشيخية، عندنا كاهن وكهنوت. فليدعو كهنة الكنيسة فيصلوا عليه. ايه؟ ويدفنوه بزيت. بزيت باسم الرب. وصلاة الإيمان تشفي المريض والرب يقيمه، وإن كان قد فعل خطية تغفر له. ادوني 5 دقائق نص في النص ده لأنه خطير. أمريض أحد بينكم؟ ميا بيا في مرت. ده الرب يسوع لما زار بركة الضأن، مرضى وعرج وعسر كثيرون. من ساعة ما الإنسان سقط في الخطية وأجرة الخطية هي الموت، وكثيرا ما يسبق الموت مرض من الأمراض. طبعا احنا أعداد كثيرة جدا ميت، وفي بعد عن كل انتقل أيام الكورونا على مستوى العالم. مريض أحد، كلنا مرضى. ده لو ما كناش مرضى بالجسد فمرضى بالروح، وما كناش مرضى بالروح فمرضى بالنفس، وممكن كمان نبقى مرضى بالعقل. صراع الإنسان مع المرض يبدأ ولا ينتهي إلا بغلبة المرض على الإنسان. أما ليه الرب يسوع معظم معجزاته يعني كده مش أقل من 80% معجزات الرب يسوع، أو ربما 85 معجزات شفاء المرضى. وليه الكنيسة مش بس عمل السر مسحة المرضى بالأسرار السبعة؟ لا، ده عندنا أوشية، أوشية المرضى. فأمريض الأحد، أنا مريض. والمحتاجون إلى الشفاء شفاهم. وربنا في القديم يقول أنا هو الرب شفيك. طب المريض ده يعمل ايه؟ فليدعو كهنة الكنيسة. يعني ما يروحش للدكتور، ما ياخدش علاج، ما يروحش العزل، ما يعملش أشعة، ما يعملش تحاليل. لا يا حبيبي، يعمل ده كله كاملا. احنا برضو ما عندناش سذاجة الايمان.
عندنا بساطة الإيمان يؤمن أن الرب يقدر، لكن في نفس الوقت لا نلغي معطيات العلم والعقل والطب. يعني أعمل إيه؟ أعمل لك إيه؟ ممكن تروح للدكتور وممكن برضو تعمل قنديل، تبقى ضربت عصفورين بحجر. طب احنا لو مش مؤمنين بالطب والاطباء والعلم والعقل، كان ازاي المسيح يسوع اللي عمل كل معجزات الشفاء دي في كل التخصصات يقول لا يحتاج الاصحاء الى طبيب بل المرضى؟ الايه الرخصة ادها لنا الرب يسوع عشان نلجأ كمرضى للأطباء دون أي حساسية روحية من أي نوع. ودي روعة المسيحية بقى، ما عندناش تأليف ولا إخراج، وتروح للتخصص كمان. في كلمة جميلة كان قالها القديس يوحنا الذهبي الفم، بيصالح فيها ما بين الرب والطبيب. بيقول ايه؟ الطبيب يصف العلاج، يصف الدواء، والرب يمنح الشفاء. صالح بالاثنين. الطبيب يصف الدواء والرب يمنح الشفاء. كلمة الطبيب هي مشتقة أو قريبة الشبه بالاشتقاق من كلمة الطبيعة. يعني دور الدكتور إن يرجعك لحالتك الطبيعية، هذه معنى كلمة طبيب. أمريض أحد بينكم فليدعو، يدعو، مش أبونا يفرض نفسه، مع احترام للآباء. مهم جدا ان ربنا يحافظ على كرامتنا. خلي راسك في السماء وما انتش متكبر، هتروح السماء. ما تطيش في الفاضيه والمليانه. اذا حبيت تطاطي حبيبي تطاطي مع واحد غلبان، غلبان يحيا في الظل ونكره في المجتمع. لكن الكبار ارفع راسك في السماء، انت ابن الملك، ما تطيش لمخلوق. فليدعو. انا ما اقدرش اروح ازور واحد عيان وما طلبش مني قنديل واقول له اجي اعمل لك قنديل. لا، ايه يعني؟ لا، بس يا اخ فلان النهارده ايه؟ النهارده الاربع. طب يوم الجمعه اجيب لك التناول واجي اعمل لك قنديل. يا حبيبي فليدعو. احفظ كرامتك الشخصيه، واذا كان ما يهمكش كرامتك الشخصيه احفظ كرامة الفرجية. ونفرضش نفسنا على الناس عشان ما نثقلش على الناس، وعشان نصون كرامتنا. والكرامة غير الكبرياء. الكرامة فضيلة، الكبرياء رذيلة. ده المسيح يسوع لما حضر عرس خان الجليل هو وامه وتلاميذه، بناء على دعوه كريمه من اصحاب العرس. حتى ان بعض المفسرين بيقول في صله قرابه بين اهل العرس وبين ستنا العذراء مريم. يقول لك فدعي يسوع وامه الى العرس. دعي. امريض احد بينكم فليدعو. كهنه الكنيسه يعملوا ايه؟ يصلوا عليه، يرفعوا قلبهم للرب، يصلوا من أجله. وكلمة يصلوا عليه يعني معناها بيضعوا يدهم الكهنوتية، مش بس صلاة لكن مع وضع اليد. خلاص كفاية يصلوا عليه، كفاية يرشموا كوباية مية. لا، ويدفنوه بزيت. الله، يعني يروحوا بدعوة وكمان يرفعوا صلاة
وايضا يستخدموا سيف يدفنوه بذيه. يمكن لو قال يدفنوه بس كنا نختلف يدفنوه بايه ولا بايه ولا بايه ولا بايه، لكن حدد بزيت. بس هما بيدفنوا بالزيت عشان يكون الايه دي باسم الرب، باسم الرب. انا فاكر زمان اول قنديل احضره مع ابونا ميخائيل لما كان يعلم ربنا، لما شفته بيجي يدفن يعلم ربنا بالنص، قال ايدك يا رب قبل ايدي، وبدا يدفن ايدك يا رب قبل ايدي. اتحققت كلمة باسم الرب، واحنا بنستخدم اسم الرب بنرشم بعلامة الصليب المحيي. صلاة الإيمان تشفي المريض. إيمان مين؟ بصراحة إيمان الاثنين، إيمان الكاهن اللي بيصلي وإيمان المريض اللي بيتقبل. ما عشان يحصل تواصل لازم يبقى فيه أخذ وعطاء، يبقى فيه سالب وموجد، يبقى فيه مرسل ومستقبل. لكن واحد عمال يرسل طاقات روحية أو حتى طاقات إيجابية أو طاقات مفرحة وإنت جهازك بتاع الاستقبال مش بيستقبل، مشكلة عندك. ممكن يبقى واحد في بيته تلفزيونين، تلفزيون بيستقبل وجايب كل القنوات، والتاني فيه مشكلة مش بيستقبل ولا قناة. الإرسال والاستقبال يبقى عبارة وصلاة الإيمان تشفي المريض. يكون الكاهن مؤمن، تقول أنت عايز تقول في كاهن مش مؤمنين، لا أنا ما قلتش، ما تودونيش في داهية، أنا بنعمة ربنا رايح بس برضو مش بشكل الخايف ده. وممكن ليه لا، ممكن يبقى كان قديس في وقت وروحياته تهبط في وقت اخر ويصل للحديث في وقت للحديث في وقت ثالث، وممكن يقذف بالنعمة يبقى في القمة. فيه فيه حبيب ويهوذا ده ما كانش قديس، ما كانش تلميذ، ما كانش رسول، ما خرجش شياطين، ما صنعش قوات. يا رب يا رب حتى الشياطين تخضع لنا باسمك، ليس باسمك صنعنا قوات، باسمك اخرجنا شياطين. اذهبوا عني يا ملعين لا اعرفكم. والرب يقيمه، مش الكاهن يقيمه، مش الزيت يقيمه، مش الصلاة تقيمه، الرب بشخصه بنفسه. الرب يقيمه، يقيمه من مرضه، من ضعفه، من سقطته، من وقوعه، من خطيته، من انهياره، من يأسه. اربط الاثنين دول ببعض، اسم الرب والرب يقيمه. وان كان قد سعى دي بقى مشكلة، دي بقى إن كان قد سعى لخطية تغفر له. إيه اللي جاب الخطية وإيه اللي جاب المغفرة في مسألة الزيت والده والمرض والشفاء؟ الإنسان كل متواصل كده، الإنسان مش مقسم ومجزأ، كيان واحد، جسد واحد في أعضاء كثيرة. عشان أبقى أكثر صراحة، صلوات القنديل تناسب جدا 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 وتأتي بفاعلية عظيمة جدا جدا لما يبقى المرض عضوي لكن جاء نتيجة حيلة روحية أو نفسية. في أمراض بتأتي بعضوية بحتة، في أمراض بتبقى نفسية عضوية سايكوسوماتيك، في أمراض تاني روحية جسدية، في أمراض عضوية بحتة. يعني افترض مثلا أنت راكب عجلة
والفرامل ضاعت منك، رحت بالعجله دخلت في الحيط واتكسرت. يا حبيبي تروح لواحد بتاع عظام، الجندين ما ملوش لزوم. بس الجندين صلوات بتمس الروح، لكن السحر بيشفي الجسد. صلوات الجنديل بتجيب نتيجة رائعة بالإيمان، لما يبقى المرض ناتج عن علة روحية خطية أو علة نفسية، مرار في النفس. هو في علاقة بين المرض والخطية، بس مش في كل الأمراض ومش في سائر الأحوال، ما تجس القاعدة دي أبداً. لكن يلفت نظري خالص لما الرب يسوع التقى مع المفلوج المدلى من السقف في كفر نحوب، قبل ما يشريه او قبل ما يؤمره ويقول له قم احمل سريرك، قال له الثق يا بني مغفوره لك خطاياك. يا رب ده مشلول وعنده شلل رباعي، أصحاب الأربعة شايلينه وجايبينه من آخر الدنيا، ما قدروش يدخلوا، طلعوا السقف ونقبوا دلوه قدامك عشان تقول له كلمة. هو عايز يشفى، يسترد صحته، يستعيد قوته، ما هموش غفران الخطية. يسوع مد إيده على السبب الأساسي، لمس الجرح من جوه، عمل كده مع المفلوج المدلى من السقف، عمل العكس مع مفلوج بركة بيت حزبة. قال له قم احمل سريرك وامشي. قابله فيما بعد، قال له ها انت قد برئت فلا تعود تخطئ ايضا، ايضا يعني كان في خطيه قبل كده، لئلا يصيبك اشر. ايه يا رب ده اللي بتعمله؟ تغفر خطية مع الاولاني في الاول ومع الثاني في الثاني، تديله انذار. الله بعدما كلم الاباء بالانبياء قديما بانواع بجمع وطرق كثيرة، يسوع له 100 طريق و100 اسلوب و100 وسيلة. ما تجيدوش في جانب معين وفي نمط خاص. كتاب يقول عنه ايه في اشعياء 6؟ اذيال تملا الهيكل، 100 طريقه. تفكرين معايا الست اللي هي مقوصه الظهر دي؟ كان ليها 18 سنه. ده عندها مشاكل في العمود الفقري، عندها فقرات اتاكلت بعامل الزمن وحصل لها انحناء، مقوصة. يسوع لا يحب ان يرى احدا منحنيا حتى له هو. قال لها يا امرأة كوني صحيحة من دائك. من ايه؟ من دائك، عن مرضك. ايه اللي حصل؟ التقرير الطبي بتاع الرب يسوع، هذه قد ربطها الشيطان 18 سنة. فما كان ينبغي أن تحل من هذا الرباط؟ ربطها الشيطان. طب ربطها إزاي؟ بفعل الخطية. ففي أمراض مرتبطة بالخطية، وفي أمراض مرتبطة بالنفسية، وفي أمراض بحت عضوية. المرتبطة بالخطية، المرتبطة بالنفسية ينفع فيها الجنديل، لكن عضوية بحتة ممكن على سبيل البركة ليس أقصى. برضو أنا ما قلتش وإن كان قد فعل خطية تغفر له. يبقى هنا الرب يسوع، آسف، القديس يعقوب الرسول بيتكلم عن سر مسحة المرضى، عن استخدام الزيت في الجنديل لمن هم مرضى لأسباب روحية أو نفسية. طب الزيت يعني احنا دهنا الناس كلها بالزيت تقريبا، غفرت خطاياهم؟
أبائنا القديسين علماء الكنيسة وأبائها قالوا لنا الآتي: القنديل لكي يأتي بفاعلية ناجحة بنسبة 1000000000% في 3 خطوات: 1، تقدم توبة واعتراف على يد الأب الكاهن المشرطن ويصلي لك التحليل بحسب ما أعطاه المسيح من سلطان، تعترف. واعترف إجمالي مش تفصيلي، أبونا مش محقق ولا قاضي ولا وكيل نيابة، في ضعفات يا أبونا في حياتي كذا كذا كذا، اعترف وارتاح واخلص. 2، أبونا يصلي صلوات القنديل ويدهنك بالزيت، هذه الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة مفترض عايزين نحمل على الآباء: يناولك من جسد الرب ودمه الأقدسين، يوضع اعترافك، يعمل لك القنديل، يناولك من الجسد والدم. في الحالة دي وإن كان قد سعى لخطية تغفر له بحكم التوبة الحقيقية التي قدمها في محضر الرب قدام كاهن الله، تغفر له بفضل اتحاده بجسد المسيح ودمه الذي يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا، ولأنه خلاص وغفران فبيتحول بقى للرصيد الأبدي وحياة أبدية لمن يتناول منه. أنا بعيد وبزيد وبأكد إن القنديل ده مش تأليف كنيسة ولا وضع آباء ولا شغل مجامع ولا مجرد طقوس ولا حكاية ممارسات، لكن له تأثير وجذور عميقة في كلمة الله الحي. الرب يبارككم بكل بركة روحية، له المجد دائما.